السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. هنتكلم إن شاء الله في الليست دي عن طرق إزاي تعمل ستايل رياكت كومبوننت بتاعتك، إزاي تعمل ستايل للرياكت كومبوننت بتاعتك. عندنا كام طريقة كده نتكلم عليهم في كذا فيديو إن شاء الله في الليست دي. طيب إحنا عملنا المشروع ده إزاي؟ عملته بمنتهى البساطة كالعادة، فتحت التيرمينال بتاعتك وكتبت كرييت رياكت اب، اسم المشروع مسميه رياكت داش ستايل، ودخلت عليه وعشان ترنه رنيته إزاي؟ ان بي ام ستارت. طيب طبعا مش هيفتح معاك الصفحه دي، هيفتح شكل تاني اللي هو اللوجو بتاعك وتحتيه لينك كده غالبا ليرن رياكت. طب انا غيرت دول ازاي؟ بمنتهى البساطه دخلت على الاب دوت جي اس اللي في السورس وشلت كل حاجه وسبت بس اللي انا عملته ده. كان في اللوجو شلته، وشلت طبعا من هنا كمان، شلت خالص الملف عشان ما الدنيا ما تكونش كبيره عندنا، وسبت بس الاب دوت جي اس طبعا ده عشان هو اللي هيرن معاك، وعندك بقى الكام فايل اللي موجودين دول. طيب نركز في الجزء بتاعنا. اول طريقه معانا عشان تعمل ستايل للكومبوننت بتاعت الرياكت، اول حاجه عندنا في حاجه اسمها سي اس اس ستايل شيت، ودي اللي احنا شرحناها في كورس الرياكت اصلا، اللي هي ايه تاني باختصار؟ قال لي لو انت عندك، انت مثلا هتقسم الدنيا عندك كومبوننت، عندك هيدر كومبوننت، اباوت كومبوننت، مش عارف سايد بار كومبوننت، بلا بلا بلا. فالطريقه اللي اسمها سي اس اس ستايل شيت معناها ان انت تعمل لكل كومبوننت ملف ستايل لوحده. يعني عندك مثلا هيدر كومبوننت يبقى فيها الملف بتاع جي اس وملف خاص بيها بتاع السي اس اس، عندك اباوت كومبوننت يبقى فيها ملف الجي اس بتاعها وملف خاص السي اس اس بتاعها، بحيث ان انت لو عايز تعمل ريوزابل للكود ده تاخد الكومبوننت كلها على بعضها تحطها في مشروع تاني تشتغل معاك عديد. يبقى الفكره باختصار اللي هي سي اس اس ستايل شيت، هنفترض ان دي كومبوننت اسمها الاب، ان انت تعمل فايل تاني زي ما هو معمول اهو، هو عامل لك اوتوماتيك فايل اسمه اب دوت سي اس اس خاص بالكومبوننت دي بس. انت بقى لما تعمل مثلا هيدر كومبوننت يبقى عندك ملف مثلا اندكس دوت جي اس خاص بالهيدر كومبوننت، ومعاه ملف تاني اسمه هيدر دوت سي اس اس خاص بالكومبوننت اللي اسمها هيدر بس. يبقى دي معناها اللي هي طريقه سي اس اس ستايل شيت. فهو عامل لك اهو، عامل لك ملف فيه شويه سي اس اس مكتوب اوتوماتيك مش انا اللي كاتبه، بتربطه ازاي بقى؟ عامله لك اهو، قايل لك امبورت الاب دوت سي اس اس دوت سلاش، دي معناها نفس الفايل او نفس المسار اللي انا فيه، وهات الاب دوت سي اس اس بتاعك. يبقى انت لما تيجي تعمل هيدر مثلا كومبوننت يبقى تيجي تقول له امبورت دوت سلاش، اسم بقى الملف بتاعك سميته هيدر دوت سي اس اس، سميته ستايل دوت سي اس اس، ايا كان. يبقى الطريقه الاولى بتاعتنا ان انت بتعمل امبورت عن طريق الامبورت، تقول له كده الملف السي اس اس بتاعك. جيت مثلا وليكن هنده على الاتش 1 ده، تنده عندك هنا وليكن كتبت اتش 1 وقلت له مثلا كلر ريد، وانا كده كده عامل امبورت الفايل هنا اهو، هروح هنا هتلاقي الاتش 1 بتاعك اتلون باللون ده. يبقى دي اول طريقه معانا اسمها سي اس اس ستايل شيت، اللي هي ايه تاني باختصار عشان نقفل الفيديو، اللي هي انت بتعمل لكل كومبوننت ملف خاص بيها الستايل بتاعها وتعمل له امبورت في الايه، في الاب دوت جي اس بتاعتك او في الفايل بتاع الايه، الجي اس بتاعها. أتمنى يا رب يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.